يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أن الأذان الثاني يوم الجمعة هو من السنة وليس بدعة، يقول هل السنة هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أم الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة؟ الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو السنة، وكذلك الذي فعله الخلفاء، ما هو بالصحابة كلهم، الخلفاء الراشدون الأربعة، هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، يعني الأربعة. نعم. والأذان الأول يوم الجمعة هذا أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث. نعم، فهو من سنة الرسول. نعم.